اذا عبد عطيف مكان حسني عبد ربه. عبد عطيف في اللقطة الأولى في المشهد الأول، وجماهير الإتي تنتظر مشاهدا مهمة جدا في استقطاب هذا النجم الكبير إلى بيتها. عبد العائد من الإصابة والذي يظهر اليوم في آسيا، نتمنى إن شاء الله عودة عبده كسابق عهده، كونه أحد أبرز اللاعبين. الآن جمهور الاتحاد كله بيحيي عبد عطيف، وشكرا أيضا لحسني عبد ربه يشكرون على أداء الكبير، بينما هنا جماهير العربي القطري حزينة، وهنا الاستياء والغضب من جماهير النادي العربي على ما قدم فريقه. أعتقد أن من حقها تغضب، لأن العربي ما قدم شيء يذكر، حتى الهدف اللي سجله كان خطأ كبير جدا من حمد المنتشري. يا سلام يا عبدو يا مشعل، لمسات أولى لعبدو جميلة جدا، كان نزلته من بدري لأنه ولع الملعب لما نزل عبدو عطيف. بوسبعان للإتي لمونتي، تمريرة مشعل السعيد بيخلصها، الكرة تصل لهزازي إبراهيم، يتقدم تقدم وواصل ولا زال يحتفظ بالكرة ولا زال يتقدم، وكرة الاتحاد، كرة من محمد نور لكنها بتتخلص، بتعود لنايف هزازي. فيها أربعة ولا ما فيها قبل نهاية الشوط؟ كرة، تدخل قوي من مجدي صديق. في بداياته مجدي يقال أنه كان في جدة. خطأ، الدقيقة 93 والفوز الليلة بأقل مجهود ممكن. النمور التهمت النقاط الثلاث، وأعتقد أنها هذه المجموعة قريبة من الإتي وجمهوره. خلاص لحظات أخيرة وتنتهي المباراة. محمد نور وعبد عطيف، مين كان يصدق انك تشوفهم في فريق واحد بعد ما كانت الاحلام انهم يكونون في منتخب واحد، الان في فريق واحد، ان كانوا في الوضع الطبيعي فهي قوه كبيره جدا للاتحاد. كره لمحمد نور بيلعبها اخر كره ممكن في المباراه، المنتشري اسامه المولد هزازي، صافرة السيد ليمين هو تطلق الآن وتعلن نهاية هذه المباراة بفوز الإتي وجمهوره بثلاث نقاط مهمة. المنتشري سجود